إضراب العام التي أقرته لجنة المتابعة للجماهير العربية، كل البلدات العربية شهدت إضرابا على الأقل نسبيا، طبعا سوى بعض المحلات هنا وهناك التي قررت عدم الالتزام بالإضراب. وقرأت على الفيسبوك بعض الأشخاص يقولون يجب أن ننتبه للنجاح الكبير ولمن أيضا لم يحترم هذا الإضراب وقام باختراقه. نجاح الإضراب العام، معي مباشرة من الناصرة الزميل الصحفي مجد دانيال بعد قراءة العناوين الفلسطينية الإسرائيلية. أكون مع مجد. نبدأ مع موقع بكرة. نجاح الإضراب العام للجماهير العربية في الداخل من أجل القدس وغزة، التزام واسع. وإلى وكالة وفا، مظاهرة في شيكاغو رفضا لنقل البؤر الاستيطانية، البؤر الاستيطانية بين قوسين السفارة الأمريكية إلى القدس. وإلى وكالة وفا، عريقات الرئيس وقع على صك انضمام فلسطين لعدد من الوكالات الدولية. تم التوقيع على الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين. سنذهب بقرار الرئيس ترامب لنضعها أمام محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة. ومن عجائب الدنيا الثمانية، عنوان في إسرائيل هيوم بأن هايلي تشيد بإسرائيل بأنها تقوم بضبط النفس. وقالت هيلي في كلمة خلال اجتماع المجلس الأمن الدولي: لا توجد دولة في هذه القاعة يمكن أن تتحلى بضبط النفس أكثر مما تقوم به إسرائيل، وأنا أقول لها واو. وإلى صحيفة الأيام الفلسطينية، بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي. ونبقى مع صحيفة الأيام، رئيس غواتيمالا يفتتح سفارة بلاده في القدس المحتلة. كان رئيس غواتيمالا أعلن في كانون أول الماضي عزمه نقل السفارة سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس، وذلك بعد أيام من تأييد حكومته الولايات المتحدة في تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس. وكانت غواتيمالا واحدة من الدول التي قامت بذلك اليوم. وإلى إسرائيل هيوم، بث مباشر لنقل غواتيمالا إلى القدس، وتباهي بأن ذلك تم فقط بعد يومين من نقل السفارة الأمريكية. نبقى في عنوان آخر مع إسرائيل هيوم، محاضرة في جامعة تل أبيب ألغيت محاضرتها بسبب المذبحة في غزة. الدكتورة لينا سلامي بعثت برسالة إلكترونية لطلابها جاء فيها: احتراما للفلسطينيين الذين ذبحوا في غزة، أحترم الدعوة إلى الإضراب العام غدا، وسيتم إلغاء الدروس وساعات الاستقبال. وفي الخبر قبل الأخير في موقع والله، الأزمة مستمرة، تركيا تطرد القنصل الإسرائيلي من إسطنبول، ذلك بعد طردها السفير من أنقرة، تلاسن بين نتنياهو وأردوغان بسبب ذلك. وأخيرا في موقع عرب 48، في سياق أعتقد بأنه ليس سياق آخر إنما هو تقريبا بمفهوم ما نفس السياق، أم الفحم مقتل الشاب يوسف محميد بجريمة إطلاق. إذن أعتقد بأن مقتل الشاب يوسف محاميد بجريمة إطلاق نار هو نتاج نفس السياسة العقلية التي تتصرف فيها إسرائيل مع العرب، فتارة تقتل وتارة تتركهم يقتلون بعضهم بعضا، وبتقريبا لا تحرك ساكنا بهذا الإطار. ومن يسمع التحريض على أم الفحم في الليل والنهار من قبل عتات اليمين يستطيع أن يستنتج، أو على الأقل أن يميل لأن يصدق بأن لا شيء صدفة في هذا العالم. وإلى الإضراب الناجح في البلدات العربية، معي من الناصرة الصحفي العزيز مجد دانيال. يعطيك العافية مجد. مجد يعطيك العافية. نعم وائل، يزيدك عافية. هلا نحن وائل نتواجد الآن يعني كما ترى من خلفي في ساحة العين في مدينة الناصرة، وبالفعل اليوم قد تجولنا في عدة مدن وقرى عربية، يعني كنا في مدينة شفا عمر وأيضا في كفر مندا، وسرنا في عدة مدن وقرى عربية مجاورة واطلعنا على يعني وضع الإضراب وهل بالفعل التزمت الجماهير العربية في هذا الإضراب التي أعلنت عنه لجنة المتابعة
العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر تضامنا يعني واستنكارا ورفضا للجريمة والمجازر والمذابح التي ارتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي في قطاع غزة وضد المدنيين العزل، ضد الأطفال الذين تظاهروا بشكل سلمي بحت. يعني فقط في 6 ساعات تم قتل يعني واستشهاد 65 شهيد. بالفعل في الوسط العربي، في المجتمع العربي، كان هناك التزام لغالبية المحال التجارية بهذا الإضراب. يعني طبعا هناك استثناءات، ولكن الغالبية العظمى قد التزمت في الإضراب. إضافة للإضراب كان هناك عدة فعاليات هذا اليوم، منها نذكر فعالية التي انطلقت عند فجر، عند الساعة 5 من فجر هذا اليوم من هنا من ساحة العين في مدينة الناصرة وصولا إلى سخنين، سيرا على الأقدام يعني، وعلى الرغم من أن الجو حار ويعني 50، ولكن هؤلاء الشبان والشابات قرروا أن يذهبوا وأن يسيروا في الشوارع رافعين الأعلام الفلسطينية والرايات، ويرتدون الكوفية الفلسطينية أيضا، معبرين عن رفضهم وسخطهم، وأيضا يدعون الناس للمشاركة معهم. من المفترض أن يصلوا إلى سخنين عند تمام الساعة 8 مساء، حيث سيكون هناك المهرجان المركزي. إضافة إلى ذلك هناك أيضا نشاط بين كابل وطمرة، حيث سيكون هناك سلسلة بشرية، وسيرتدي الناس الأسود تعبيرا حدادا على أرواح الشهداء في قطاع غزة. هنا في مدينة الناصرة كما ترون من خلفي يعني جمعية نساء ديمقراطيات ينظمنا اعتصام وإضراب عن الطعام أيضا تضامنا مع قطاع غزة وما يحصل هناك، وأيضا رفضا للقرار الأمريكي وعمليا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهذا الاحتفال الذي تم يعني في 14 من أيار هذا الشهر، وطبعا بمناسبة ذكرى النكبة وبشكل استفزازي، وكان في بموازاة الاحتفال طبعا الشهيد يسقط تلو الشهيد في قطاع غزة. يعني هذه هي الأوضاع بشكل عام هنا في قرانا ومدننا العربية. وائل يعني صحفي مجدي دانيال، شكرا جزيلا لك على نقل هذا الالتزام المحترم في الإضراب والذي اتخذ من قبل قيادات الجماهير العربية تضامنا مع أنفسنا، تضامنا مع القدس، تضامنا مع غزة. أستاذ محمد أعود إليك، أولا تحدثنا بأن هنالك أخبار بأن هنالك أيضا منتخبات بدأت يعني تتحرك ضد العنف والجريمة الإسرائيلية. فعلا هناك خبر جديد في موقع واينت أن المنتخب الأرجنتيني الذي كان مخطط له أن يحضر إلى إسرائيل في 9 من الشهر المقبل للعب مباراة تحضير للمنتخب الأرجنتيني ما قبل المونديال، ما قبل مباراة كأس العالم بعد بضعة أسابيع، أن المنتخب قرر أنه سينقل المباراة إلى برشلونة، أنهم يخافون من الحضور إلى إسرائيل في هذه الأوضاع وفي الأوضاع الأمنية، ولكن باعتقادي أن هذه القضية ليست فقط قضية أمنية، إنما هي إحراج للمنتخب الأرجنتيني أنه غير مستعد أن يكون في هذا التضامن مع إسرائيل. يعني نرى من ناحية وقاحة غواتيمالا وبعض الدول التي تحاول نسخ الموقف الأمريكي ونقل سفاراتها بشكل موقف وقح جدا، ولكن هناك شعوب ودول أخرى تكون بردة فعل عكسية. يعني خطاب النصر لنتنياهو هو خطاب منقوص، هو خطاب فقط يدل على عنجهية وقراءة من زاوية معينة، ولكن هناك قراءات أخرى. يعني اليوم موقف المنتخب الأرجنتيني هو قراءة أخرى للواقع في المنطقة، هو قراءة تقول أن للفلسطينيين حق، ونحن لن نحضر إلى التضامن مع إسرائيل لإعطائهم البهجة التي يبحثون عليها. آمل فعلا أن يصمد المنتخب الأرجنتيني أمام الضغوطات المتوقعة من إسرائيل والولايات المتحدة، وباعتقادي سيكون هناك أيضا أشياء إضافية ونوع من الابتعاد عن الموقف الإسرائيلي الذي أصبح موقف ليس فقط وقح وحقير، وإنما ينافي الإنسانية. النقطة الأخرى التي أردت أن أقولها أخي وائل يعني قبل ما ينتهي برنامجنا، أنت تحدثت عن مقتل الشاب يوسف محميد في ليلة الأمس، وباعتقادي وأنت قلت أن هناك ربما ربط معين بين ما يحدث، ليس في سياق آخر، مع أن الوهلة الأولى تبدأ وكأنها في سياق بالضبط آخر. وهنا أقول أن واضح جدا أن
هذا يأتي من فكرة استرخاص وهدر الدم الفلسطيني إن كان في داخليا أو في الضفة الغربية أو في غزة. يعني هذا القتل يأتي بلا أساس بسبب تقاعس الشرطة، بسبب أن الشرطة تسمح للهمجيين السيطرة على الموقف، السيطرة على شوارعنا في البلدات العربية. غالبية القتلى هم من عملاء الشرطة ومن عملاء إسرائيل. التسليح يأتي بالأساس من خلال مؤسسات حكومية. نعم. يعني نحن نعرف من هم المسلحون في مجتمعنا، نعرف من هم القتلة في مجتمعنا، غالبيتهم منتمون بشكل مباشر بأطر معينة إلى الشرطة أو إلى جهات أمنية إسرائيلية. هؤلاء هم جزء من أعداء شعبنا، فلذلك باعتقادي اولا غالبية يعني الاسلحه التي تتسرب عمليا تتسرب من الجيش بالضبط. يعني فاولا نقدم تعزيه لعائله الشاب يوسف محاميد، ولكن العنف الداخلي في مجتمعنا هو جزء من سياسه الفوضى التي تحاول اداره الصراع التي تحدثت عنها في البدايه. جزء من إدارة الصراع هي خلق الفوضى في داخل المجتمعنا الفلسطيني. في الداخل محمد، من جزء من المفارقة أيضا من كان أمس في مظاهرة أم الفحم الساعة 6 مساء التي طلبت أمس، كان مظاهرة كبيرة على مدخل أم الفحم وطمرة وأيضا في رهط. نعم. ورأى قوات الشرطة الكبيرة المستفزة التي وقفت عند الشارع والمدججة، قالوا يعني أولاد أم الفحم تفاجئوا، يا في بوليس بالبلاد بيشتغل وبيجي وبيعرف وين البلد كمان وبيعرف يوقف ومعه سلاح كمان. هذه الشرطة التي أتت مدججة أمس، كنا نتمنى لو نراها مثلا في مواجهة الإجرام أو في تفتيش بيوت المجرمين أو في مصادرة سياراتهم أو في مصادرة أو تجميد على الأقل حساباتهم البنكية. يعني هذا إذا كان فعلا هناك رغبة في حل مشكلة العنف المستشري في داخل مجتمعنا. ولكن كما قلت، يعني حالة العنف التي يعاني منها مجتمعنا هي حال ربما تكون سياسة لها عملاء محليين. يعني الأيدي التي تقطر في القتل في داخل مجتمعنا هي أيدي من ظهرينا كما نقول. نعم. يعني وهناك قضايا مجتمعية يجب أن نواجه من خلالها حالات العنف، ولكن الشرطة في الأساس تقاعس الشرطة، هناك قوات في داخل الشرطة. يعني في إسرائيل ما يقارب 33,000 شرطي. واو. يعني 33,000 شرطي مش قادرين ل 10-15 مجرم عربي اللي هم في الأساس، ونعرف عادة في أي بلدات هم موجودين. نعم. يعني احنا عارفين أنه 67% من حالات القتل هي في منطقة المثلث. نعم. 67% من حالات القتل في داخل المجتمع العربي في المثلث. يعني ممكن جدا أنه يتم التركيز الجهود الشرطية لمحاولة قلع واقتلاع هؤلاء القتلة من داخل المجتمع. نعم، ولربما هذه أيضا إحدى التفسيرات لماذا نجح الإضراب الآن، لأن هذا إضراب ليس فقط هو أيضا من أجل غزة، أيضا من أجل القدس، ولكن هو أيضا في وجه المؤسسة الإسرائيلية وغضبا عليها من أجل كرامتنا. نعم. الأستاذ محمد دروش الباحث في مركز جبهة حبيبة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الهامة، وصيا كل جملة أضافت لي وأعتقد حتما المشاهدين إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وإلى رمضان كريم إن شاء الله لجميع المشاهدين غدا. إن شاء الله بيكون رمضان يحمل لنا أخبارا سعيدة وطيبة، وأن نحن نراقب الهلال أن نتخلص من مراقبة الاحتلال. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من متر الصحافة، نراكم غدا، وتمنوا أن تكون العناوين أفضل والحال أحسن، ولكي تتفائلوا قليلا تتبعوا ما استطعتم من ردود فعل أوروبية وعالمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولافتتاح السفارة الأمريكية في القدس. صحيح بأنه لم يرتقي المستوى المطلوب، ولكن لا نفقد الأمل ونتمسك بأي بصيص حتى النصر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.